الرئيس السيسي وجهه بالاستمرار في توفير جميع عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي. الصين تواصل تدريباتها العسكرية، وتايبي ترصد طائرات وسفن تدور حول تايوان. غوتيريش يعلن العمل مع واشنطن والاتحاد الأوروبي لضمان وصول الأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وكذلك مدير مشروع مستقبل مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في إطار الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وصعيد مصر. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة، فضلا عن تفاصيل سير العمل بمكونات المشروع من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة للمياه وشبكة تغذية الكهرباء من خلال محطات كهرباء الدلتا الجديدة. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في توفير كافة عناصر النجاح لتلك المشروعات بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة، وذلك كمبدأ عام أساسي لجميع المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، بما فيها الأعمال الجارية في البنية الأساسية من إقامة محطات الرفع الداخلية ومد خطوط المياه والترع والمخصصات المائية والتغذية الكهربائية، بالإضافة إلى مستجدات العمل بمشروع الصوب الزراعية في قطاع اللاهون على محور أسيوط الغربي جنوب الفيوم. وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات، حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات في منطقة شرق العوينات نظرا لطبيعتها الجغرافية ونوعيات التربة والتضاريس الجغرافية والمناخ ومصادر المياه المتاحة، مع انتقاء أفضل المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة بما يتماشى مع تلك العوامل. في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 459 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 147 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وضبطت وزارة الداخلية أكثر من 24 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، كما تم ضبط قرابة 118.5 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وتم ضبط 709 قضايا، من بينها 122 قضية خبز ناقص للوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط قرابة 90 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. في السياق، تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 13,664 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 32 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 679,656 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,298 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2,533 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط أكثر من 17 طن أقماح في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وكذلك ضبط 5,103 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت ما يقرب من 4 طن، كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 42.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,778 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 520.5 طن، كما تم ضبط 185 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 327 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 22 طن في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 996,972 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 290,295 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,088 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 216 سائقا منهم، كما تم المرور على 31 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 130 من سائقي حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 128 مركبة وتبين مخالفة 10 مركبات لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 323 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8,880 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,333 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,695 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,548 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,928 مخالفة ملصقات وضبط 48 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2,153 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82,629 قضية ومخالفة
بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 67,827,632 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 267 قضية، من بينها 157 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و110 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 52,680,348 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,247 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,586,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,474,290 جنيها. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالأسكندرية وإخماده، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي على سطح مبنى المركز التجاري من الخارج وامتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات، وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا وقد تواجد محافظ الأسكندرية ووزير الصحة بموقع حادث اندلاع الحريق للوقوف على آخر تداعيات الموقف. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 17 طائرة وخمس سفن صينية تدور حول تايوان. جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة، وأضافت أنها تشمل 4 طائرات عبرت الحاجز غير الرسمي بين الجانبين في مضيق تايوان والمعروف بالخط المتوسط بينهم. في الأزمة الروسية الأوكرانية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات التي تحول دون وصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وأضاف غوتيريش إنه جاري بالفعل تصدير أكثر من 650 ألف طن متري من الحبوب والأغذية الأخرى بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بواسطة الأمم المتحدة الشهر الماضي لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي. قالت الأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك المشرف على عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين اليوم من ميناء تشيرنومورسك الأوكرانية. أوضحت الأمم المتحدة في بيان أن إحدى السفينتين تحمل 6,300 طن متري من زيوت دوار الشمس، فيما تحمل الأخرى 25,000 طن متري من القمح، مشيرة إلى أن فرق التفتيش كانت قد أنهت أمس عمليتها على 6 سفن تجارية، إضافة إلى 4 سفن مغادرة. إلى ذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بتسميم بعض جنودها في الجزء الخاضع لسيطرة
أو لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في أواخر يوليو الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عددا من جنودها نقلوا إلى مستشفى عسكري مصابين بعلامات تسمم خطير في أجسادهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على جمع أدلة فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيماوي الذي أجازته كييف. هذا ولم تعلق أوكرانيا على الاتهامات الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 100 مسلح في محيط قرية أندريفيكا بإقليم خاركييف نتيجة ضربة جوية روسية على مواقع قتالية أوكرانية. وفي بيان لها أضافت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 13 صاروخا استهدفت المنطقة المحيطة بمحطة خوزافيسكا للطاقة في إقليم خيرسون. وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت المواقع القتالية لكتيبتين للجيش الأوكراني، فضلا عن تدمير دبابتين وسبع مركبات. أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية. وطالب حاكم سيفاستوبول سكان المدينة بالتزام الهدوء ودعم الجيش الروسي. وفي السياق ذاته قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، قال إن أوكرانيا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعمليات الدراسية في أوكرانيا. وفي إطار رفع الروح المعنوية لجنودها، عرضت السلطات الأوكرانية دبابات وناقلات جند روسية محترقة بوسط العاصمة الأوكرانية كييف. يأتي عرض مركبات الجيش الروسي المدمرة قبل أيام من العيد الوطني لاستقلال أوكرانيا والمقرر في 24 من أغسطس الجاري، والذي يتزامن أيضا مع مرور 6 أشهر على اندلاع العمليات الروسية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن تجاوزت 10 مليارات دولار. وبشأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 775 مليون دولار، قال بلينكن إن الحزمة الجديدة تتضمن أسلحة وذخائر ومعدات إضافية استخدمتها القوات الأوكرانية بشكل فعال للغاية ضد روسيا. حزمة مساعدات عسكرية جديدة أعلنت الولايات المتحدة تخصيصها لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 755 مليون دولار. وفقا لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، فإن المساعدات الجديدة تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام، بما يمكن أن يعزز الهجمات الأوكرانية. وتأتي هذه الحزمة 19 من المساعدات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في وقت تظهر فيه المعارك استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة دقيقة موجهة زودها بها الغرب بهدف تنفيذ ضربات في مواقع بعيدة. وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة صواريخ لأنظمة هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية، وصواريخ هارم جو أرض المضادة للرادارات، كما تشمل أيضا 15 طائرة استطلاع مسيرة من طراز
طراز سكاي إيجل و1000 صاروخ جافل مضاد للدروع و1500 صاروخ تاو ومدفعية جديدة مع ذخيرة. وبحسب المسؤول الأمريكي تسعى واشنطن لضمان أن يكون لدى أوكرانيا خط إمداد مستمر لتدفق الذخيرة بما يلبي احتياجاتها. ورغم الإمداد العسكري المستمر لأوكرانيا، أقر المسؤول الأمريكي بعدم إحراز القوات الأوكرانية أي تقدم كبير، إضافة إلى استمرار تكبدها خسائر جسيمة جراء القصف الروسي. وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو دعوات منع إصدار تأشيرات للروس لدخول الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأنها مظهر من مظاهر السياسات النازية. وكان شويغو قد أكد أن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا والتي شكلتها السلطات الأوكرانية. وقال شويغو في كلمة خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية إنه على مدى 8 سنوات ارتكبت كييف جرائم صارخة ضد مواطني دونسك ولوهانسك، مضيفا أنه في الوقت نفسه بدأ حلف شمال الأطلسي في احتواء أوكرانيا مما خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا. توعدت الخارجية الروسية برد مناسب على إعلان رومانيا طرد أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست كشخص غير مرغوب فيه وإبلاغه بضرورة مغادرة البلاد في غضون أسبوع. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، قالت إن بلادها سترد بالطبع وبشكل مناسب على قرار بوخارست. وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إن رومانيا أعلنت أن الدبلوماسي الروسي شخص غير مرغوب فيه بذراع وهي. ذكرت مصادر يابانية أن طوكيو تتمسك بمصالحها في مشروع سخالين 2 للنفط والغاز وسط توقعات بإبرام شركتين يابانيتين رئيسيتين للطاقة عقود شراكة مع روسيا حول المشروع. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر قولها إن المشاركة المحتملة لشركة جيرا وهي شركة مولدة للطاقة ومقرها طوكيو وشركة طوكيو للغاز ستساعد اليابان في شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا. يشار إلى أن روسيا أسست شركة جديدة هذا الشهر للسيطرة على عملية الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأقصى بالبلاد بعد خروج شركة شل النفطية البريطانية بسبب الأزمة الأوكرانية. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها فنلندا بقيمة 687 مليون يورو للتعويض الجزئي للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة عن ارتفاع أسعار الكهرباء الناتجة عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة مارغريت فيستاجر، قالت إن خطة فنلندا في هذا الشأن تغطي جزءا من ارتفاع أسعار الكهرباء الناشئة عن تأثير أسعار الكربون على تكاليف توليد الكهرباء ما يسمى بتكاليف الانبعاثات غير المباشرة والمتكبدة بين عامي 2021-2030.
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها إستونيا بقيمة 125 مليون يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات بعدما تضررت من تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. جاء ذلك في إطار مساعدات الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية إن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 125 مليون يورو ستمكن إستونيا من التخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا ونقص السيولة الذي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة. قال رئيس البنك المركزي الألماني بواكيم ناغال إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023. ورجح رئيس البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني سيشهد تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسية وركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة. يواجه العالم الكثير من التحديات الفترة الراهنة من أزمة التضخم ونقص الطاقة والمواد الغذائية، وفي محاولة للحد من التضخم يقوم العديد من البنوك المركزية برفع سعر الفائدة للحد من كل هذه الأزمات. رئيس البنك المركزي الألماني من جانبه أكد أنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023. وتوقع رئيس البنك المركزي الألماني أن زيادة الأسعار في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد تتجاوز 10% في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يشهد الاقتصاد الألماني تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسية وركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة. هذا ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بشكل غير متوقع، ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قائلا إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن إنهاء مراقبة الاتحاد الأوروبي لإنفاق الحكومة اليونانية بعد 12 عاما يمثل يوما تاريخيا. ونقلت صحيفة يونانية عن ميتسوتاكيس قوله إن بلاده يمكنها الآن التطلع إلى آفاق جديدة بعد الخروج من إطار المراقبة المعززة للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المراقبة جلبت الركود إلى الاقتصاد والانقسام في المجتمع اليوناني وفرضت ضرائب لا تطاق وتخفيضات في الأجور ومعاشات التقاعد. نشرتنا متواصلة معكم وفيها الأمم المتحدة تحذر منطقة القرن الإفريقي بخطر انعدام الأمن الغذائي و22 مليون شخص بإفريقيا معرضون للمجاعة. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي استهداف طائرات القوى الجوية أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبل حمرين ضمن محافظة صلاح الدين، وتم تزويد طائرات القوات الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش الإرهابية في هذا المكان، حيث وجهتها بمنطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين. وأكد رئيس أركان الجيش العراقي
العراقية ضرورة استثمار حالة الانهيار التي تعيشها بقايا الإرهاب والاستمرار بعمليات الضغط على الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ أي عملية إرهابية تستهدف أمن واستقرار مناطق محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد. وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من الإمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام. هذا ومن المقرر أن يجري العليمي لقاءات ثنائية للبحث في العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الجزائر في 25 من الشهر الجاري بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين بعد شهور من التوتر. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية صدر بعد اتصال هاتفي بين ماكرون وناظره الجزائري عبد المجيد تبون أن الزيارة التي تستمر على مدار 3 أيام ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا. وأضاف الإليزي أن الزيارة ستعمل على تعزيز التعاون الفرنسي الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية. حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدد بحلول سبتمبر 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي. ويتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية. برغم العديد من التعهدات المالية التي قدمتها الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، ما زالت منطقة القرن الأفريقي تعاني من خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية. القارة السمراء التي تتحمل تبعات وأخطاء الدول الصناعية الكبرى وتنتهي إليها بؤر الصراع المشتعلة في كل مكان بالعالم، سيتعرض 22 مليون شخص على الأقل من سكانها لخطر المجاعة بحلول سبتمبر المقبل، وذلك بحسب برنامج الأغذية العالمي. فبسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ الذي تعد الدول الصناعية الكبرى المسؤول الأول وربما الوحيد عنه، تعاني قارة أفريقيا من احتجاب هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي. ومنذ نهاية العام 2020 تواجه منطقة القرن الأفريقي جفافا هو الأسوأ منذ 40 عاما، وأدى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل ولا سيما في كينيا والصومال وإثيوبيا. ففي بداية العام حذر برنامج الأغذية العالمي من أن 13 مليون شخص في القرن الأفريقي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الجفاف. وبحلول منتصف العام وبعد العمليات الروسية بأوكرانيا ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود، يتوقع البرنامج أن يرتفع هذا العدد إلى 20 مليونا، وسيستمر هذا العدد في الارتفاع وستتفاقم حدة الجوع إذا لم تسقط الأمطار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ولم يتلقى الأشخاص الأكثر ضعفاً مساعدات إنسانية. وبرغم تعهد الولايات المتحدة بتقديم 1.2 مليار دولار من المساعدات الغذائية للمساعدة في تجنب المجاعة في القرن الأفريقي، وحثها الدول الأخرى بما في ذلك الصين على بذل مزيد من الجهود لمواجهة أزمة الغذاء، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه بحاجة ماسة إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، وأكد أنه لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأزمة الجفاف. أكدت وزارة الصحة الإندونيسية رصد أول إصابة بمرض جدر القردة في البلاد، وأبلغت سنغافورة المجاورة عن أول حالة إصابة بالمرض الشهر الماضي، وأكدت ظهور 15 حالة حتى 5 أغسطس الجاري. وفي مناطق أخرى في جنوب شرقي آسيا أكدت الفلبين وتايلاند أيضا اكتشاف إصابات بالمرض، وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية مع تسجيل أكثر من 40,000 إصابة مؤكدة بجدر القردة، بما في ذلك عدد قليل من الوفيات في أكثر من 80 دولة لا يتوطن فيها الفيروس.
قدمت وكالة الأدوية الأوروبية نصائح وتوجيهات جديدة بشأن استخدام حقن لقاح جودري القردة داخل الجلد، ويجب أن تعطى 5 الجرعة فقط لتطعيم الشخص ضد المرض من خلال الحقن تحت الجلد. وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء، قالت إن التوصية المهمة للغاية بشأن استراتيجية التلقيح ضد جودري القردة ستسمح لدول الأعضاء بتلقيح 5 أضعاف من عدد الأشخاص الذين يتوفر لديهم إمدادات اللقاح داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وهذا يضمن وصول التطعيم للمواطنين المعرضين للخطر والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وافقت الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية FDA على لقاح من إنتاج شركة نوفاكس المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ للمراهقين. ويعد هذا اللقاح هو الرابع من اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة، وهو لقاح يختلف عن غيره في أن يستخدم تقنية مبنية على البروتين. وسمحت الإدارة باستخدام هذا اللقاح بالنسبة للكبار في شهر يوليو الماضي، كما سيصبح متاحا بجرعتين بالنسبة لأعمار ما بين 12 إلى 17 عاما. أظهرت البيانات أن إصابات كورونا في بريطانيا تراجعت إلى أقل مستوى لها خلال شهرين، في دليل جديد على أن الموجة الحالية من الفيروس تنحسر. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن عدد المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات يواصل التراجع، ويحذر الخبراء من أن الإصابات من المرجح أن ترتفع مجددا في الخريف والشتاء. وسوف يتم عرض جرعة تنشيطية جديدة على كل من تجاوز 50 عاما فأكثر في المملكة المتحدة لزيادة الوقاية قبل الموجات المستقبلية من الفيروس. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إصدار قرار بتكثيف بحيرة فنطاس في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة. وأوضح المركز الإعلامي أن انخفاض مناسيب المياه في البحيرة يرجع إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعية التي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الري والصرف سيتم عودة مناسيب المياه تدريجيا مع حلول فصلي الخريف والشتاء. أطلقت وزارة الصحة 6 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر القوافل على مدار يومي 20 و21 من أغسطس الجاري، وتقدم القوافل الخدمات الطبية المتنوعة مجانا للمناطق النائية بعدة محافظات وقرى بالوجه البحري والصعيد. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا هبة حسين وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة 9. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لثلاث مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد هي قنا وأسيوط وأسوان. وتستهدف المجمعات الصناعية الجديدة الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية. وتم تخفيض أسعار الوحدات الصناعية للمجمعات المطروحة بنسبة
40% عن تكلفتها الفعلية. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصنعك جاهز للترخيص لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة. أطلقت مصر فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وتفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة المقاومة للأمراض والتي تتحمل التغيرات المناخية المختلفة، كما تم تفقد محطة غربلة تقوي المحاصيل الزراعية بذات المحطة. وخلال فعاليات الحفل أكد وزير الزراعة السيد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية لدعم المزارعين وزيادة دخولهم. أضاف القصير أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم على الصادرات الزراعية المصرية. زملائنا الباحثين أن بيستنبطوا أصناف أولا مبكرة النضج، يعني مبكرة النضج لما توفر 20 يوم معناها أنها وفرت ريا أو اتنين، وبالتالي أن أنت محصول وفرت فيه مية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين لما يبقى عالي الإنتاجية يزود أردبين في الذرة أو القمح يبقى معناها أن أنت زودت الإنتاجية كأنك زودت مساحة أرض. الحاجة التالتة أن أنت تنتج محصول مقاوم للأمراض وهو ده اللي بيشتغلوا عليه، عشان كده بتلاقيهم ده صنف قديم ونعيد تحسينه. بنستنبط أصناف وبنشتغل على الأصناف والهجن اللي هي تبقى مقاومة للإجهادات البيئية وتبقى برضو مقاومة للأمراض، وبالتالي تبقى نقدر نتعامل مع ظروف التغيرات المناخية اللي احنا داخلين عليها. شهدت محافظة المنيا زراعة عدد من الأشجار بحي جنوب المدينة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ. وقال محافظ المنيا أسامة القاضي، قال إن الدولة تعمل على ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة وتطوير القطاع الزراعي، وفي هذا الإطار أكد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين من أجل التكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة. في أسواق المعادن النفيسة هبطت أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع لتصل إلى 1753 دولارا للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 923 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1077 جنيه، وعيار 24 والذي وصلت قيمته إلى 1231 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 8616 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية وذلك بفعل صعود الدولار، وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما نسبته 0.3% لتصل إلى 96 دولار و72 سنتا للبرميل، كما صعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% لتصل إلى 90 دولار و77 سنتا للبرميل الواحد، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.31% لتصل إلى 3 دولارات و65 من 100 دولار للتر الواحد. هذا وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% لتسجل 9.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أظهرت بيانات رسمية زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية في الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر يونيو إلى 7.5 مليون طن، وأظهرت البيانات احتفاظ روسيا بمكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث بواردات بلغت 7.15 مليون طن، بزيادة وصل إلى 7.6% عن العام الماضي. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة مع هبة ودينا. شكرا لك مصطفى.
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة شنغاي بشمال غرب الصين ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخص حتى أمس، مشيرة إلى فقدان 8 آخرين. وأوضح مقر الاستجابة الطارئ للسيول أنه تضرر أكثر من 6000 مقيم في 6 قرى بمحافظة داتونغ جراء السيول الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة بمدرستين محليتين. واجتاحت الأمطار الغزيرة والتي بدأت منذ الأربعاء الماضي محافظة داتونغ متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار قبل أن تضرب القرى المحيطة. كما لقي 6 أشخاص مصرعهم وفقد 13 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية هيمشال باراديش الهندية. وقال مسؤولون في الهند إن السلطات تمكنت من إنقاذ 22 شخص قطعت بهم السبل جراء الفيضانات، مضيفين أن عمليات البحث لا زالت جارية عن مفقودين. وأشارت السلطات الهندية إلى أن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية تسببت في قطع الطرق وتدمير عدد من المنازل، فيما تم إغلاق المدارس بعدة مناطق في الولاية بسبب أحوال الطقس. هذا وقد تراجعت اليوم حدة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا على مدار أيام، وأجبرت المئات من الأشخاص على ترك منازلهم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حدة الأمطار تراجعت في المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا وألغيت التحذيرات من الأمطار الغزيرة، موضحة أنه لا يزال التحذير من هطول أمطار غزيرة ساريا في فيوردلاند في جنوب غربي الجزيرة الجنوبية. أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر أنه تم إصلاح كافة الأضرار التي ترتبت على كارثة العواصف والتي وقعت في ولايتي ستيريا وكارنيسيا. وتسببت العواصف في مصرع 5 أفراد من بينهم طفلتان بسبب تساقط الأشجار. وأوضح وزير الداخلية أن أعداد كثيفة من رجال الإطفاء شاركوا في إصلاح الخسائر وتأمين المنازل والمنشآت، مشيرا إلى أهمية تكثيف التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز تداعيات كارثة العواصف. والآن مع أخبار المنافسات المختلفة. وعودة مرة أخرى إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا مجدين دينا وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة ثانية نستعرض فيها أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. تأهل المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش إلى الدور النهائي في بطولة العالم للناشئين والتي تستضيفه مدينة نانس الفرنسية بعد تغلبه على النصف النهائي على المنتخب الباكستاني بنتيجة 2-1 في مجموع المواجهات. كان منتخب الاسكواش قد تأهل لبطولة العالم بعد الفوز على أمريكا في ربع النهائي بشوطين نظيفين ليحقق العلامة الكاملة في البطولة بعدما تأهل من دور المجموعات عقب الفوز أيضا على نيوزيلندا وكولومبيا بالثلاثة أشواط نظيفة في كل مباراة. 11-8 match to India. 3 games to 1. 11-6, 7-11, 13-11, 11-8. حرص أرجيريو مكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي على مؤازرة منتخب الناشئين مواليد 2006 قبل السفر غدا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العرب. وحضر مكالي وجهازه المعاون جزءا من مران منتخب الناشئين الختامي والذي أقيم اليوم،
والتقى المدير الفني للمنتخب الأولمبي بلاعبي منتخب الناشئين وطالبهم ببذل قصارى جهدهم لتحقيق لقب بطولة كأس العرب. اختتمت فعاليات بطولة الصعيد السابعة للسباحة والتي استضافتها محافظة المنيا لأول مرة خلال الفترة من 15 حتى 19 من أغسطس الجاري. شاركت في هذه البطولة 8 محافظات هي المنيا وبني سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بعدد 18 ناديا ومركزا للشباب وبمشاركة أكثر من 900 سباح وسباحة. المنافسة شملت مختلف الفئات العمرية وجميع السباقات الفردية والتتابعات. احنا النهارده في بطوله الصعيد الصيفيه للسباحه المقامه في مجمع حمامات السباحه في كليه التربيه الرياضيه جامعه المنيا. عدد السباحين المشاركين في البطوله 900 سباح وسباحه، دول بيمثلوا 18 نادي من 8 محافظات الصعيد، الصعيد كله ممثل في هذه البطوله. احنا عاوزين ننشر فكر السباحه وان كله يبقى محو اميه السباحه داخل كافه مراكز الشباب وكافه الانديه، وان احنا الحمد لله رب العالمين احنا محافظه المنيا منذ 3 سنوات او 4 سنوات كان عندنا 2 حمام سباحه، حاليا عندنا 13 حمام سباحه موجودين داخل محافظه المنيا، وان شاء الله في انتظار هنعمل حمام سباحه كبير جدا اولمبي ان شاء الله في نادي متحدى العاقه بالمنيا الجديده. إلى البريمير ليج حيث حقق المهاجم هاري كين رقما قياسيا جديدا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما أحرز هدف الفوز لتوتنهام على ولفرهامبتون، ويعد هذا الهدف رقم 1000 لتوتنهام في الدوري الممتاز وذلك في ملعبه، كما أنه الهدف رقم 250 لهاري كين مع توتنهام في كل المسابقات. بتلك النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط من أول 3 مباريات في الموسم، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة. إلى الدوري الألماني وفيه أحرز فيردر بريمن 3 أهداف في الدقائق الأخيرة ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند الألماني. سجل لي بوكنان أول أهداف بريمن في الدقيقة 89، ثم أدرك نيكلاس شميدة التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع قبل أن يكمل أوليفر بيرك انتفاضة بريمن في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. في الدوري الأسباني يلتقي بعد قليل ريال مدريد مع نظير سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، ويسعى الريال بقيادة المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي لتصدر جدول ترتيب الدوري خاصة بعد تعثر برشلونة ووقوعه في فخ التعادل في أولى جولات الدوري الأسباني. على الجانب الآخر يأمل سيلتا فيجو في حصد 3 نقاط لتعويض تعادله في أولى جولات الدوري. مشاهدينا الكرام انتهت هذه الجولة الرياضية، نعود لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع هبة حسين ودينا فكري. أشكرك مصطفى. محاصيل متنوعة وخيرات كثيرة تسخر بها بلادنا في ريفها وصعيدها ويزيع وسيطها بكل أنحاء العالم. من تلك المحاصيل المميزة محصول الحناء الذي تزرعه بلدة الروديسة بمركز إدفو بأسوان. بلدة صغيرة تقع شمال غرب أسوان وتتبع مركز إدفو صارت ذات شهرة واسعة منذ عام 1970 عندما بدأت في تصدير الحناء للدول العربية والأوروبية. إنها الروديسية وحناؤها ذات السمعة الطيبة، حيث يقوم أهالي الروديسية بحصاد الحناء مرتين في العام، الأولى في شهر يوليو والثانية في شهر نوفمبر. مشهورين بمحصول الحناء، وهي الحناء أصلاً تتشهر عندنا في أسوان، ما فيش تزرع شيء إلا في أسوان الرديسية، منطقة الرديسية. الحنة دي موسمين يا باشا، موسم صيفي وموسم شتوي. الموسم الصيفي يبدأ من شهر 7، الموسم الشتوي يبدأ من شهر 11. يتراوح عمر شجرة الحناء بين 3 سنوات وقد تمتد إلى 10 سنوات، وتحتوي على أوراق متقابلة صغيرة الحجم وتنتج أزهارا صغيرة عطرية يتراوح لونها بين الأبيض والأحمر، وتزرع كشجر زينة ويبلغ ارتفاع النبات 6 أمتار تقريبا.
كما تستخدم سيقان نبات الحناء لتصنيع المشنات والشماس والتند في الأماكن السياحية. بالنسبة للمصدر احنا بنعمل على حسب المصدر، في مصدر عاوز يودي ألمانيا، في مصدر عاوز يودي إنجلترا، كنا نودي ليبيا، كنا نودي سوريا، يعني ما فيش كل دول الغرب، جميع دول الغرب تأخذ منينا حنة. ولأن الجودة هي التي تفرض الصيت الزائع، فإن أصحاب المطاحن بالرديسية تمسكوا بمعيار الجودة العالية في كل المراحل التي تمر بها الحناء، بداية من الزراعة مرورا بعملية النقل والتسلم بمكان المطحن. بنعم 2 طن في النهار، بعد ما تنعم بنقلبها بنغربلها، بعد كده بتتعبى في الشكار تبع المصدر. يعني تستخدم الحناء في العديد من مستحضرات التجميل والصبغات، كما استخدم زيوتها المصريون القدماء لشفاء الجروح وعلاج الحمى والوقاية من أمراض الشيخوخة والصداع واضطرابات النوم، كما استخدموا منقوع أوراقها في طرد السموم من الجسم، ودونوا تجاربهم معها في العديد من الكتب والوصفات القديمة. تختتم اليوم فعاليات النسخة الأولى من مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية، والذي استمر على مدار يومين. ويهدف المهرجان إلى الترويج لمحصول المانجو الذي تشتهر به المحافظة، لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال زراعتها. في احتفالية فريدة تليق بعشاقها، انطلقت النسخة الأولى من مهرجان المانجو، والتي ارتبط اسمها بأجود أنواع ملكة الفواكه الصيفية. المهرجان الذي يستمر على مدار يومين يهدف للترويج لمحصول المانجو والذي تشتهر به المحافظة، إلى جانب جذب الاستثمارات لتنمية زراعتها والترويج للسياحة بشكل عام في محافظة الإسماعيلية. احنا بنسعى لأن احنا نزود صادراتنا من المانجا، في نفس الوقت بنسعى برضو لزيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي ده، بالإضافة طبعا إضافة البهجة والسرور على أهالينا في محافظة الإسماعيلية وبقية المحافظات، لأن احنا بندعوهم للسياحة الداخلية داخل محافظة الإسماعيلية. إنه شيء رائع، وأنا أرى مصر تحتفل بواحدة من أشهر الفواكه، وأنا أعلم أن مصر تشتهر بالزراعة وتصدير المنتجات الزراعية مثل البرتقال والمانجو، وأنا موجود اليوم للمشاركة في هذا الاحتفال الرائع. المهرجان بدأ بجولة من السيارات المزينة بالمانجو بشوارع المحافظة، إلى جانب إقامة منافذ لبيع جميع أنواع المانجو بسعر الجملة في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط تفاعل وإقبال كبير من المواطنين. لا، مهرجان حلو جدا وتنظيمه عالي جدا، وباعتبار هو كمان أول مرة السنة دي أو أول افتتاح ليه، بس خارج بصورة حلوة وصورة مشرفة للشعب الإسماعيلي. مهرجان المانجو أول سنة يقام السنة دي، وفعاليات هذا المهرجان مؤثرة جدا، لأن الإسماعيلية أصلا بتشتهر بتلت إنتاج المانجو في المحصول، والسنة دي كمان عاملين تنشيط ليها ان هو هيتصدر لخارج الدول، هتدعينا سفراء ومحافظين من محافظات اخرى عشان تنشيط السياحة الداخلية، وان اسماعيلية اصلا بتشتهر بمحاصيل الزهرية وعلى اشهرها المانجو. يعني والله احنا بنحاول نعمل المهرجان دوت لشعب اسماعيلية اولا والمصر باكملها، ان احنا بنعرض المانجا في اسماعيلية لمصر كلها، ان هي اجود مانجا موجودة في الجمهورية باكملها. اسماعيلية تعتبر المحافظة الرئيسية لإنتاج المانجا المشهورة، المانجا المحلية بطعمها الجميل، الزبدية والعويسي والسكري أنظف أنواع المانجا، مهما يعني مثلا في أنواع أجنبية بس المحلي ثبت وجوده بسم الله ما شاء الله. المانجا حلوة والمهرجان حلو، وأحلى حاجة المانجا رخيصة. تشتهر محافظة الإسماعيلية بكونها المحافظة الأكبر في إنتاج محصول المانجو على مساحة تتجاوز 80,000 فدانا، ويأتي تنظيم مهرجان المانجو هذا العام بهدف أن يكون انطلاقة لمهرجان عالمي يهدف التنشيط التجاري والسياحي لهذه المحافظة الساحلية. والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مصطفى ميزار في الانتظار. شكرا من جديد هبة، وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا ومحطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية
وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، جمهورية مصر العربية. نبدأها من القاهرة، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25، ويكون الجو فيها حار في الأسكندرية 32، 26 يكون الجو حار في مطروح 31، 24 يكون الجو حار في بورسعيد 33، 25 ويكون الجو حار في الإسماعيلية 37، 24 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 درجة والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار في العريش 34، 24 يكون الجو فيها أيضا حار في طابة 36، 26 يكون حار في شرم الشيخ 38، 29 ويكون الجو فيها حار في الغردقة 38، 28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والصغرى 27، ويكون الجو في الأقصر شديد الحرارة. في أسوان 42، 29 شديد الحرارة، في الوادي الجديد 42 أيضا 25، ويكون شديد الحرارة في شلاتين 39، 27 يكون الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 36، 28 ويكون الجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في توفير جميع عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضي. الصين تواصل تدريباتها العسكرية وتايبيه ترصد طائرات وسفنا تدور حول تايوان. غوتيريش يعلن العمل مع واشنطن والاتحاد الأوروبي لضمان وصول الأغذية الروسية إلى الأسواق العالمية.
وصلنا إلى ختام النشرة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا معكم. يوسف الحسين، ازيك يا هبه؟ ازيك يا دينا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه في الحر المذهل النار اليومين دول؟ مسألة الحمد لله، يعني ان شاء الله فصل الصيف يخلص والخريف يخش بقى يخلص بقى عشان زهقنا من الحر والرطوبة. بالجو المعتدل الجميل بتاع مصر اللي اعتدناه. فين ايام الزمان الجو الحلو بتاع زمان ده؟ والله كان اليومين دول بيبقوا جوهم كويس. انا مش عارف درجات الحراره والتغيرات المناخيه اللي بتحصل في العالم قلب الدنيا، بس مقارنه بالعالم الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظنا ويحفظنا. احنا على العتبه برضه. خدي اذا كان انجلترا فيها حتت بتجف وبتاع، ده حاجه ماساه يا شيخ، حاجه صعبه جدا. على كل حال اشكركم واستاذنكم نبدا فقراتنا.